بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحيي. النهاردة هنتكلم عن فيديو مطلوب وطلب مننا عن طريق السادة المشاهدين وعن طريق اللي بيوصلوني على التواصل الاجتماعي. نتكلم عن أنواع الملاعب التنس. أنواع ملاعب التنس ثلاث ملاعب. الملعب الأول هو الملعب الحمراء، الملاعب الرملية، الملاعب الرملية والملاعب الصلبة رقم 2، ورقم 3 الملاعب العشبية. الملاعب الرملية بتتكون من تربة الأرض الرملية الحمراء أو من الطوب، بيبقى بيخلوه ناعم بيتكسر طوب أحمر ويتعمل منه الأرضية، وهو صيانته سهلة جدا. ودي ملاعب منتشرة كتيرة جدا في أوروبا وفي الوطن العربي، وبيتلعب عليها بطولات كتير جدا. على سبيل المثال من البطولات اللي هي جراند سلام، من البطولات الأربع اللي هم جراند سلام زي ويل بيلدون ورولان جاروس وبطولة استراليا المفتوحة وامريكا المفتوحة. بتتلعب بطولة ايه بقى من ضمن البطولات اللي بتتلعب على الاراضي الرملية؟ بطولة رولان جاروس. رولان جاروس من البطولات العملاقة اللي بتتلعب على الاراضي الحمراء او الاراضي الرملية. يليها رقم 2 الملاعب الصلبة. الملاعب الصلبة بتتصنع، بس الملاعب الرملية دي فيها ميزة ان هي صيانتها بتبقى سهله، بتبقى عباره عن بتلعب على بطوله الماسترز برضو ايضا بعد زي بطوله الاساتذه بتتلعب عليها. نخش على الملاعب الصلبه. الملاعب الصلبه عباره عن ملاعب الهارد كورت. الملاعب الهارد كورت ديت بتبقى بتلعب على بطوله استراليا. بتصنع من ايه؟ بتصنع من عباره عن المواد الخرسانيه المطحونه بطريقه معينه كده مسهمده بطريقه سهله جدا، وبتبقى بتتعمل على نظام هندسي، وبتاخد طبقات من المواد اللي هي بتبقى سهله مع الكوره، وبتبقى ارض صلبه للعب. ودي برضو يعني منتشره جدا برضو وخاصه في اوروبا، وبتلعب على بطولات كتيره جدا زي بطوله استراليا المفتوحه وبعض بطولات الماسترز ايضا على الاراضي الصلبه، وبتلعب عليها برضو كبطولات من كاس ديفيز على الاراضي الصلبه. الارض اللي هي رقم ثلاثة او الثالثه، الملاعب رقم ثلاثة اللي هي الارض العشبيه. يبقى احنا قلنا يتكون من ثلاث ملاعب، من ثلاث انواع. النوع الاول الملاعب الرمليه، النوع الثاني الملاعب الصلبه، النوع الثالث الملاعب العشبيه او الملاعب النجيله. الملاعب العشبيه هي عباره عن عشب بيطلع، عباره عن نجيله زي ارض الجولف كده، بتتقص بطريقه متساويه، وهي عباره عن اراضي من النجيله الخفيفه، وبيتلعب عليها بطوله جامده جدا زي بطوله ويل بيلدون، بتلعب على الاراضي العشبيه وبعض البطولات اللي هي التمهيدي لبطولات والبيلدون بتتلعب على الاراضي العشبيه، وهي ليها اساتذتها بيلعبوا عليها، زي كان زمان في الجيل القديم كان بيلعب سيمبرز وكان بيلعب عليها جون ماكنو، كانوا لعيبه ممتازين على الاراضي العشبيه، وحاليا بيلعب عليها فيدرر من اللعيبه الممتازه في الجيل الحديث. وطبعا لو عدنا تاني للملاعب الرمليه تلاقي برضو ليها مشاهيرها زي كابتن نادال، رافائيل نادال، كيف الاسبان عاده كلهم بيحبوا الاراضي الحمراء ويتملوا يعملوا عندهم اكاديميات ومدارس للاطفال من الاراضي الحمراء، وكان ويمتاز ايضا بالاراضي الصلبه زي اندي موري. اندي موري بيمتاز بهذه اللعبه بالاراضي الصلبه الجميله. اذا عندنا احنا كده عايزين نخرج بمعلومه بثلاث حاجات. الارض نقول علينا الملاعب الرمليه والملاعب الصلبه والملاعب العشبيه. اذا الثلاث ملاعب دول هم بيتكونوا منهم الملاعب، كل التنس بيتكون كلهم مقاسات واحده، لان الاتحاد المصري للتنس بيتفق على مقاسات واحده للملاعب. تلاقي الملعب الرمليه زي الملاعب الصلبه زي الملاعب العشبيه. شكرا، وسنتقابل في لقاء ثاني ان شاء الله.